الحكاية بتبدأ تحت الأرض بإحدى المناجم، وبيكون في مجموعة من العمال لقوا مادة غريبة جدا، فواحد انطلق بأقصى سرعته علشان يسلمها للعالم. وأول لما العالم اكتشف إنها مادة غالية فطلب من الخادم الخاص بيه يوصلها للجيش، بس للأسف وسط الطريق السيارة فضلت تتهز بسبب الصخور، ولأن المادة غير مستقرة فانفجرت ودمرت كل حاجة. وبعد كده بتنتقل بينا الأحداث لغابة في جنوب أفريقيا، وبيكون في مجموعة من ضباط العمليات الخاصة نزلوا من الطائرات بتاعتهم، ومن هنا بنقابل جاكي. وجاكي يبقى ضابط صيني شغال بالجيش الأمريكي بسبب قوته الرهيبة بالفنون القتالية واستخدام الأسلحة، لغير إن هو وأصدقائه استخبوا ما بين الأشجار واستعدوا لعمل كمين خطير. وبعد فترة قصيرة عصابة من المجرمين وقعوا بالفخ، والضباط هجموا عليهم بدون سابق انذار، ولكنهم استخدموا الشباك في الامساك بيهم وما استخدموش الرصاص. وفي وسط المعركة فجاكي اتسلل لسقف الشاحنة، وبعد كده اخرج مجموعة من العلماء وحررهم من الاسر. والعلماء دول كانوا بيحللوا المادة المتفجرة الخطيرة اللي عمال المناجم لقوها تحت الارض، والضباط انقذوهم من ايد افراد العصابة علشان ما يستخدموش المادة المتفجرة في الشر. وفي النهاية المهمة نجحت، والعقيد حيا جاكي وأصدقائه على مجهوداتهم وطلب منهم يسلموا أسلحتهم لأنهم هيركبوا الطيارة ويرجعوا للمعسكر. بس للأسف بعد ما كل الضباط ركبوا الطيارة فبنكتشف إن العقيد طلع جاسوس لمجموعة مجرمين وعمل كل ده من أجل الوصول للمادة المتفجرة، علشان كده دمر محرك الطيارة، ده غير إن هو كان هيقفز من الطيارة ويهرب من المكان، فجاكي مسك فيه وهما الاتنين اتخانقوا مع بعض في الهواء لحد لما الطيار فقد التحكم والطيارة الهليكوبتر وقعت. ولكن من حسن الحظ جاكي وقع وسط الأشجار ونجا بحياته على آخر لحظة. وبعد ما جنرالات الجيش الأمريكي عرفوا بالخيانة اللي حصلت فحسوا بالقلق، لأن المادة المتفجرة خطيرة جدا وما ينفعش تقع بإيد العدو، وقالوا إنهم لازم يلاقوها بأي طريقة ممكنة. وفي الوقت ده جاكي صحي في مكان غريب وتفاجئ ان هو مصاب بشدة، ومن هنا بنعرف ان في قبيلة افريقية لقوه مرمي وسط الاشجار بعد ما وقع من الطيارة وانقذوا حياته. ولكن للأسف جاكي ما قدرش يفهم اللغة بتاعتهم، ولما حاول ان هو يقول اسمه فما كانش فاكر اي حاجة وعرف ان هو فقد الذاكرة. وبعد فترة قصيرة جاكي جروحه خفت بشكل كبير وخرج من الخيمة وبدأ يتمشى وسط اهل القرية، والجميع رحبوا بيه وحسوا بسعادة كبيرة. ولما جاكي كان بيتجول بالمكان في مجموعة من أهل القرية طلبوا منه يجي معاهم لأنهم شافوا حاجة غريبة، وبالفعل جاكي انطلق علشان يفهم ايه اللي بيحصل، واكتشف انهم لقوا طيارة محطمة، فالذاكرة بتاعته بدأت ترجع من جديد وافتكر أجزاء من ماضيه، وقعد طول اليوم يفكر هو مين وهيوصل لبلده ازاي. ومع الوقت فهم لغة أهل القرية وبقى يحتفل معاهم كأنه واحد منهم بالظبط. ولكن فجأة مجموعة شباب قالوا له ان في حاجات غريبة بتتحرك وسط الغابة، ولما جاكي اخذ المنظار الخاص بيه فاكتشف انها مجموعة سيارات، فقرر ان هو لازم يوصل لهم بأي طريقة لانهم هيقدروا يساعدوه. وبتاني يوم الصبح فجاكي ترك القبيلة مع اتنين من اصدقائه لانه عاوز يدور على السيارات اللي شافهم بالليل، وبالصدفة لقى جثة متعلقة على احدى الاشجار، ولكن اول ما فحصها فعرف ان هو واحد من اصدقائه اللي كانوا معاه في الطيارة قبل الحادثة، وبدأ يفتكر الماضي بتاعه. وبعد كده ودى اهل القرية وانطلق بطريقه علشان يسترجع ذكرياته. ولما جاكي كان وسط الجبال فصادف سيارة سائحين عطلانة، ولقى ان في شاب مصاب بسبب لدغة تعبان، فحاول ان هو يمتص السم ويساعده باستخدام اعشاب طبية، ولكن بدون سابق انذار في بنت بدأت تهجم عليه بشراسة، والبنت دي بيكون اسمها يوكي، وافتكرت ان جاكي هياكل صديقها. والمشكلة ان جاكي ما كانش قادر يتكلم بسبب الاعشاب اللي موجودة في بقه، ولكنه قدر يهدي اعصاب يوكي واقنعها ان هو طيب لما صعد صديقها ودوى جروحه. وللأسف مهما جاكي حاول يكلمها فما كانش قادر لان العشبة الطبية خدرت لسانه وبقى شكله زي العبيط. ومن هنا جاكي لاحظ شجر الجوز هند من بعيد فاستخدم مهاراته العالية لصنع معدات تسلق، لانه اتدرب في الجيش من سنين طويلة ووصل لأعلى الشجرة في ثواني معدودة علشان ياخد منها بعض الثمار. وبعد كده صنع ابرة طبية من المعدات اللي موجودة حواليه ووصل ثمر الجوز الهند بصديق يوكو المصاب علشان يخليه فايق وما يدخلش في غيبوبة. وبعد كده ركب كاوتش جديد للسيارة وانطلق لطريقه. ومن هنا بنعرف ان يوكي وصديقها مش سائحين عاديين لانهم كانوا متسابقين محترفين،
المدربين، ولان جاكي سريع وماهر بالسواقه قدر ان هو يكسب البطوله بدون اي قصد، ورجع صديق يوكي للطبيب. واول ما الطبيب حاول ان هو يكلم جاكي فلاحظ ان لسانه واقف بسبب العشبه الطبيه اللي هو استخدمها، فقرر يعالجه باسرع وقت ممكن. وبعد كده بنقابل العقيد شيرمان، وشيرمان يبقى واحد من الضباط الخونه اللي غفلوا جاكي وسرقوا الماده المتفجره، ولكنه كان عارف من رئيسه ان جاكي لسه عايش بسبب انتشار صوره في الاخبار، فقرر ان هو لازم يقتله باي طريقه ممكنه، لان لو جاكي اعترف عليه هو واتباعه فهيدخلوا السجن بتهمه الخيانه. اما جاكي فتعالج اخيرا ورجع يتكلم بشكل طبيعي، ولكنه اتفاجئ بالصحفيه كريستين، وكريستين بدات تساله عن ذكرياته وازاي وصل للقبيله الافريقيه، بس جاكي ما كانش عاوز يتكلم مع اي حد. وفي النهايه يوكي ظهرت وشتت التركيز كريستين، ولما جاكي كان بيتمشى في المستشفى فتفاجئ بثلاث ضباط عمليات خاصه وقالوا له انهم جايين علشان يحققوا في القضيه بتاعته، ومن هنا شيرمان ظهر واتكلم معاه، وللاسف جاكي كان فقد الذاكره ونسي ان شيرمان واحد من الخونه اللي سرقوا الماده المتفجره، فشيرمان حس بالراحه وقال لاتباعه ان جاكي مش بيشكل تهديد عليهم، ولكنه لازم يموت قبل ما الذاكره ترجع له ويبلغ عنهم. وفي الوقت ده بنعرف ان عصابه المجرمين اللي سرقوا الماده المتفجره حاولوا يجربوا قوتها من اجل توليد كهرباء للمدينه، بس الماده كانت قويه جدا وسببت تحميل زائد للكهرباء، علشان كده كل الاجهزه الكهربائيه انفجرت واتدمرت تماما. وطبعا جاكي اتفاجئ من اللي بيحصل، ولكنه انطلق لمركز الشرطه علشان يحقق في القضيه بتاعته ويعرف ماضيه. بس فجاه وبدون سابق انذار اول ما الضباط لاحظوا جاكي فغفلوه وقبضوا عليه، وبعد كده اخذوا المكان سري بعيد عن الناس كلها. ومن هنا بنعرف ان الضباط فاكرين جاكي هو الخاين واللي سرق الماده المتفجره، لان هو الوحيد اللي عاش وكل اصدقائه في المهمه ماتوا، ولكن جاكي حاول يقنعهم ان هو مش فاكر اي حاجه خالص، بس للاسف الضباط افتكروا ان هو بيكذب ونزلوا فيه طحن بدون اي رحمه. ولكنه اول ما حس باليأس فطلب من اتباعه يدخلوا السجن، فجاكي استغل تشتت تركيز الضباط وغفلهم بسرعه البرق بسبب مهاراته الاسطوريه بالكونج فو، ده غير ان هو روق عليهم واحد ورا التاني واخد نفسه وهرب من الغرفه، وجاكي اتسلق لاعلى المبنى والضباط طردوه في كل حته، ولكنه قفز بمهاره واختفى عن الانظار. وبعد كده رجع الاوتيل اللي كان قاعد فيه، وهناك قابل الصحفيه كريستين، والصحفيه كريستين طلبت من جاكي تتكلم معاه عن ذاكرته، ولكنه طلب منها تقابله في وقت تاني لانه مشغول. ومن هنا بنعرف ان العصابه اللي سرقوا الماده المتفجره بيراقبوا جاكي من بعيد، ده غير ان في واحد منهم قبض على كريستين. اما جاكي فحاول يفك كيوده باحدى غرف الاوتيل، وبالصدفه لاحظ ان في مجموعه مجرمين عاوزين يخلصوا عليه، فجري منهم باقصى سرعته وحاول يتفادى ضرب النار، وجاكي قفز من اعلى الاوتيل وشق طريقه للسياره بتاعته، ولكنه اتفاجئ ان كريستين موجوده بيها لان المجرمين مسكوها، ده غير ان يوكي هي كمان لمحته بالصدفه وحضرت علشان تسلم عليه، ولكنها ما كانتش تعرف ان في مجموعه مجرمين بيجروا وراه، وتورطت معاه بمشكله كبيره جدا. ومن هنا في مطارده كبيره حصلت ما بين جاكي والعصابه وسط شوارع المدينه، بس اول ما افراد العصابه قربوا يمسكوه اخيرا فيوكي سايب بدلا منه لانها محترفه وقدرت انها تهرب من قبضه المجرمين، ده غير انها استخدمت مهاراتها الرهيبه في السواقه وعدت السياره من مكان ضيق جدا، وبعد كده صعدت لاعلى مبنى ضخم وقدرت انها تخلص على كل اللي بيطاردوهم ودمرت سياراتهم بسهوله تامه. وبعد ما جاكي واصدقائه هربوا من المكان فيوكي قدرت انها تفك كيوده، وبعد كده هي وكريستين سالوا العصابه بتطاردهم ليه، فجاكي اخرج الشنطه اللي لقاها مع جثه صاحبه في الغابه وقال ان هو مش فاهم اي حاجه بتحصل حواليه، وصعد لمكان عالي جدا وقعد يصرخ ويقول انا مين. وبعد فتره قصيره فكريستين فتشت الشنطه ولقت ان فيها عنوان لمطعم وسط المدينه، علشان كده هي وجاكي انطلقوا لطريقهم وطلبوا من يوكي تفضل بامان وما تجيش معاهم، وبالفعل الاثنين وصلوا المطعم، وهناك جاكي احتار هو هيعمل ايه، فاتصل على العقيد شيرمان لانه فاكره ضابط طيب وهيقدر يساعده، بس اول ما جاكي قال له ان هو في المطعم فشيرمان اتجنن لانه موجود بمكان قريب منه، وامر اتباعه يروحوا له باقصى سرعه علشان يخلصوا عليه. اما جاكي فاكتشف بالصدفه ان في جهاز تجسس موجود في شنطه كريستين، واكتشف ان هي مش صحفيه، فكريستين اعترفت وقالت انها محققه في البوليس ولكنها مش عاوزه تاذيه وبتحاول تساعده. ووسط كلام جاكي وكريستين فاتباع شيرمان ظهروا فجاه وهجموا على جاكي بدون سابق انذار، وما ان المجرمين
عددهم كان أكبر من جاكي إلا إنه قدر يصدلهم بدون أي مشاكل وهرب منهم وسط الشوارع، فكلهم جريوا وراه وحاولوا يوقفوه، ولكن جاكي استمر في عزيمتهم واستخدم لياقته البدنية العالية ومهاراته الرهيبة بالكونغ فو وتفادى كل ضرباتهم. وفي وسط القتال فجاكي فقد حذائه واضطر إن هو يقاتل من غيره لحد لما دخل وسط شارع ضيق واتحصر من العصابة، بس بالصدفة خبط في مجموعة أحذية خشبية فاستغل الفرصة واخد واحد منهم علشان يلبسه، ولأن الحذاء الخشبي كان صلب جدا فجاكي استخدمه لتدمير أعدائه وطحنهم بسهولة تامة، ولكنه وهو بيهرب فكان فيه كلب وقع من مكان عالي جدا بسبب واحد من أفراد العصابة، فجاكي جري بأقصى سرعته وأنقذه على آخر لحظة، ده غير إن العمال فقدوا تركيزهم والمكان كله انقلب لفوضى تامة، وطبعا جاكي استغل الفرصة وهرب في ثواني لحد لما اختفى وسط الزحمة. وبعد كده كلم العقيد شيرمان لتاني مرة، وللأسف جاكي الغبي قال لشيرمان على مكانه لأنه فاكره ضابط طيب وما عرفش إن هو خاين. وأول لما جاكي أنهى المكالمة مع شيرمان فلمح اتنين من أفراد العصابة وتتبعهم في صمت بدون ما يلاحظوه لحد لما وصل لمبنى وسط المدينة، فجاكي اتسلل في هدوء تام وقدر إن هو يدخل في مخبأ سلة المهملات، وبعد كده اتسلق لحد لما وصل أعلى دور وهناك خدع الموظفين وأقنعهم ان هو واحد منهم، ده غير ان هو لبس بدلة جديدة علشان ما فيش اي حد يعرفه، ومن البداية غفل واحد من الحراس، ومن هنا بنعرف ان هو ده نفس المبنى اللي جنرال فاست وشيرمان موجودين بيه. ولما جاكي اتجسس عليهم فعرف انهم هيبعتوا كميات كبيرة من المادة المتفجرة لعصابة خطيرة جدا، فسلل من المطبخ ودخل في فتحة التهوية بدون ما اي حد يلاحظه. اما قائد العصابة فانهى الاتفاق مع جنرال الفاسد وارسل له $500,000، وبعد كده الاثنين خرجوا علشان يحتفلوا لحد ما الفلوس تتحول بالكامل. ومن هنا جاكي نزل من فتحة التهوية وسرق السي دي اللي عليها كل المعلومات اللي هيقدر يفضح بها شيرمان، ده غير ان هو ارسل $500,000 لجمعية خيرية بدل حساب الجنرال الفاسد. واول لما الحراس اخدوا بالهم منه فتظاهر ان هو الخادم ومشي من المكان بعجوبة تامة، اما الجنرال فتصدم لان مفيش اي فلوس وصلت حسابه، وقائد العصابة فضل يعيط لان جاكي ارسل الفلوس لجمعية خيرية. ومن هنا شيرمان حس بالغضب الشديد وعرف ان جاكي هو السبب في كل اللي حصل ده، فبلغ الجنرال وقائد العصابة بكل اللي حصل وامر كل اتباعه يدوروا على جاكي لان اللي هيقتله هياخد جايزة قدرها $1,000,000. ولما شيرمان واتباعه انطلقوا فجاكي رجع من جديد وحصر الجنرال وقائد العصابة لوحدهم، وبعد كده مسكهم وروق عليهم وقال لهم ان هو هيكشف كل المخططات بتاعتهم. وفي النهاية جاكي اخد نفسه وهرب قبل ما الحراس يحصر المكان، وحاول ان هو يختفي وسط المبنى بصعوبة رهيبة، ولما كان بيتفادى افراد العصابة فبالصدفة قابل شيرمان وحس بالصدمة لانه كان فاكره ضابط طيب، وشيرمان قال لجاكي ان هو متنكر على شكل مجرم علشان يكشف مخططات الجنرال ورئيس العصابة، فجاكي توتر جدا وما كانش عارف هيتصرف ازاي. وفي النهاية جاكي سلم السدي والمسدس لشيرمان، فشيرمان حاول يغفله، ومن هنا بنعرف ان جاكي فضل مسدس من الطلقات وعمل كده علشان يكتشف اذا كان شيرمان خاين ولا لا. وبعد ما جاكي غفل شيرمان فاخد السي دي من جديد وجري من المكان بسرعه البرق لحد لما اتسلق لاعلى المبنى، ولكنه للاسف اتحصر من كل اتجاه واتنين مقاتلين طلبوا منه يسلم نفسه، ومن هنا جاكي رفض، فواحد منهم اتحداه ووعده ان هو هيغلبه في 30 ثانيه بس، والمقاتل التاني قعد يتفرج عليهم ويحسب لهم الوقت. وفي بدايه القتال فجاكي اصطدم من قوه خصمه لانه مقاتل ياباني ماهر بالكاراتيه، ولكن مع الوقت فجاكي حاول ان هو يتفادى ضرباته وما كانش قادر يقف قدامه لحد لما جاكي وقع على الارض قبل ال 30 ثانيه، ومع ان جاكي خسر التحدي الا انه فاق من جديد، والمره دي كان دارس اسلوب خصمه بذكاء حاد وعرف نقط ضعفه، علشان كده قدر ان هو يسيطر عليه ويقتله بشراسه لحد لما هزمه في النهايه. وبعد ما المقاتل الياباني انهزم فالمقاتل الامريكي اللي كان بيحسب الوقت اتحدى جاكي وش الوش. وفي بداية القتال فبنكتشف ان المقاتل الامريكي ماهر باستخدام الرجل وركلاته كانت مدمرة وملهاش مثيل، ومن هنا جاكي اتصدم من قوته الرهيبة لان رجله عاملة زي المدفع وبتدمر اي حاجة في طريقها. وفي وسط المعركة فجاكي استغل المكان المحيط بيه لتفادى الضربات وقدر ان هو يسيطر على خصمه لحد لما انتصر في النهاية. وبعد ما
جاكي كسب المعركة، فالمقاتل الأمريكي وصديقه اتحدوا عليه بنفس الوقت علشان يخلصوا عليه تماما، ولكن جاكي استحمل الهجمات واستحمل لغاية آخر نفس، ده غير إن هو كان على حافة المبنى وممكن يقع بأي وقت، بس جاكي كان ماهر جدا بالفنون القتالية ولياقته البدنية عالية جدا، وقدر يظهر أساليبه الخرافية بالكونغ فو. وللأسف الشنطة اللي كان فيها السي دي وقعت من على حافة المبنى، فجاكي حس بالغضب وأظهر قوته بالكامل لحد لما مسك المقاتل الأمريكي والياباني وعلمهم الأدب وأثبت لهم إن هو الأقوى، وبعد كده انطلق علشان يرجع السي دي، ولأنه كان مستعجل فقرر إن هو يتزحلق من على أعلى المبنى وكسر شباك إحدى الغرف. أما شيرمان الندل فلقى الشنطة اللي فيها السي دي وحاول يهرب بيها، وطبعا جاكي مرضيش يسيبه وفضل يجري وراه بسرعة البرق، ولكنه اتفاجئ إن كريستين رجعت من جديد وقررت إنها تساعده، فركب معاها في سيارة صغيرة وانطلق لطريقه. وكريستين كانت ظابطة مهمة جدا وبمكالمة واحدة بس، فالظباط اتجمعوا في الشوارع وقفلوا الطريق على شيرمان الخاين وقبضوا عليه في النهاية. فجاكي شكر كريستين على مساعدتها ليه وقال لها إن هو يرجع القبيلة الأفريقية اللي كان عايش معاهم لحد لما يفتكر الماضي بتاعه، ومن هنا بيخلص فيلمنا. أنا مينا إسحاق، فلو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النهارية، وما تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقولنا على الأفلام اللي تحب نلخصها لك. هشوفك الفيلم الجاي يا صديقي، يا الله سلام.